برلمانيون وناشطون بالمجتمع المدني يشاركون في ملتقى نواكشوط حول دعم قانون محاربة تدخين منظم من طرف وزارة الصحة والجمعية الموريتانية لمكافحة السل والتدخين والسيدا. فالتبغ واستخداماته المختلفة يعتبر من بين التحديات التي تواجه الصحة العمومية في موريتانيا باعتباره عاملا أساسيا للإصابة بالسرطان، فضلا عن كونه عاملا مطورا للإصابة القلبية والوعائية. يعتبر تحديا كبيرا للصحة العمومية في بلادنا، حيث يمثل عامل الخطر الأساسي بالأمراض السرطانية، كما يعتبر عاملا مطور ومساعد في الإصابات القلبية والوعائية، كما تتجلى خطورته لدى المرأة الحامل على صحتها وصحة الجنين، حيث يؤدي الإسقاطات والتشوهات إلى آخره. واعتبر المتداخلون أن التدخين من بين التحديات التي تواجه العالم ليس فقط على مستوى الصحة العمومية، بل إنه يتجاوز ذلك إلى المناخ والاقتصاد، مما ولد إجماعا عالميا حول ضرورة إصدار ترسانات قانونية عالمية لمكافحته وفرض قيود على الشركات المنتجة والمصنعة له. وفي موريتانيا أجازت الحكومة عام 2012 مشروع قانون لمكافحة التدخين في البلاد، غير أنه لم يقدم بعد للبرلمان من أجل المصادقة عليه. موريتانيا كانت من الدول الأولى اللي قبلت وافقت على اتفاقية الإطار. يعني اتفاقية الإطار ما هي كافية، لابد لها من قانون وطني مهمته تطبيق هذا الاتفاقية الإطار داخل البلد، وهذا هو بيد القصيد. بيت القصيدة عن موريتانيا الآن عندها مشروع قانون أجازته الحكومة سنة 2012 ومشى شورى البرلمان من أجل المصادقة عليه، وهذا مشروع القانون مازال إلى الآن ما مقدم للمصادقة عليه. ودعا المشاركون في الملتقى إلى تكاتف الجهود وتوحيدها من أجل الضغط على الحكومة الموريتانية لتقديم مشروع القانون للبرلمان وفق صيغته الرسمية دون إدخال أي تعديل عليه.